هذه السلسلة هي سلسلة كوميدية يتجمل من شخصيات تقليدية وشخصيات تقليدية حقيقية، فهو من القصة. الله يسمح لنا. سمعونا يا الدراري، العيد الكبير راه سولنا. المهم في العيد هو يسيل الدم ديال الضحية، ماشي هو الماكلة والشواء وضيعة الفلوس بزاف. وما تقلبوش على داك الكبش اللي قدو قد الحمار، فهمتوني ولا لا؟ سيدنا هذاك راه عامر شحمة، والشحمة راه مضرة بالصحة. أستاذ أنا باغي نعيد بجوج نعجات. باغي تعيد وتعاود؟ باغي نعيد ونعيد وعاد نعاود. والشيفور إلا كنت راجل قلبنا، والشيفور إلا كنت راجل قلبنا، والشيفور إلا كنت راجل قلبنا. سكنا راه داك مسخوط الحزب ديال الرباح ما فيه ثقة، وراه يقد يقلبنا في أي لحظة. إوا راه حنا غير تنغنيو أستاذ، أش تنديرو؟ وبانت ليك أنت غير هاد الأغنية اللي عمرك زيد. غني لينا سيدي الحبايب يا نبيلة يا نبيلة. لا عندك الوفا، غني لينا الروج في المالة شربي ودوشي. احشم شوية راه الدنيا مخلطة. علاش غادي يحشم؟ هادي راه حرية شخصية. ايوا غني لهم مشيتي فيها الحبيب ديال ربي. ومشيتي فيها. واه يا امي متي راسي. وراه قلت لك يقد يديرها في اي لحظة. استاذ رد بالك، ما تشريش الحولي اللي فيه الحب ولا اللي فيه التونية. عجبني واحد عندك الشناق، ولكن شفته بحال اللي كيكح. حتى هو ما دايرش الضحية، غادي يكون يا اما ضاربو البرد يا اما مبلي بالشقوفة. العيد الكبير راه سولنا. المهم في العيد هو يسيل الدم ديال الضحية، ماشي هو الماكلة والشواء وضيعة الفلوس بزاف. وما تقلبوش على داك الكبش اللي كدو قد الحمار، فهمتوني ولا لا؟ هذاك راه عامر شحمة، والشحمة راه مضرة بالصحة. ممكن تعطيني شي حولي؟ أستاذ أستاذ هاني لقيت لك الخروف. وفين هو هاد الخروف؟ أستاذ هذا. واش انت شارب شي حاجة بايتة ولا شنو؟ واش باغي تضحك عليا الجيران؟ باغي لالا نبيلة دير لي الطرد تاع السوفي من الدار؟ ها؟ باغيني نعيد أنا بهاد المشيش، ما يقدنيش حتى في مقيلة ديال الخليع بالبيض. ياك أستاذ عاد قلتي لينا في المدرسة باللي العيد غير سنة، والمهم ماشي يكون حولي كبير وسي لو كونت كي جيست. اسمع ولدي الخلفي الله يرضي عليك، راه الهضره ديال المدرسه حاجه والهضره ديال الواقع حاجه اخرى. انا راه خصني حولي بكرونو وسايق المرسيدس كاع، ماشي غير رونو، فهمتيني ولا لا؟ زيدو زيدو زيدو، صافي راني لقيت داكشي اللي ناوي نعيد به. هذا هو الخروف اللي بغيت انا. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا معك بالله وبالشرع. هاد الخروف راه ديالي انا، وانا اللي حطيت عليه يدي قبل ما تجي انت. واش باغي تمارس عليا التحكم حتى في العيد الكبير؟ هاد الحولي راه ديالي وانا اللي غادي نديه. سمع السي بن كيران، انا راني لابس سروال ديال الجين وعندي نظاظ الريبان، يعني انا اللي غادي ندي الحولي. راكم غادي تخلعوا لي الحولي ويصدق نطيح لي الكيلوات، عرفتي اش غادي ديروا؟ اعطوني واحد جوج مترو ديال اتساع وخليو الحولي يختار عند من يمشي، واللي مكتاب ليه غادي يديه. انا متفق. بلا ما تغشيو الله يرحم الوالدين، الحولي تبارك الله راه بعقله وغادي يعرف يختار. وعيطوا على الدولة.